الانطلاقه ديال هاد المشاورات اللقاءات التشاوريه مع الجهات. واليوم حنا في جهه العيون الساقيه الحمراء، وانا سعيده جدا لان كان العرض ديال الملامح الاستراتيجيه الجديده والحضور ديال السيد الوالي والممثله ديال النائبه على السيد رئيس الجهه وايضا السيد رئيس جماعات العيون وجميع رؤساء المجالس الاقليميه والجماعات الترابيه والمجتمع المدني اللي كان حاضر بكثافه والاعلام. كنشكركم. اذا كان الحمد لله كان استحسان لهاد الملامح الجديده الاستراتيجيه ديال القطب الاجتماعي وزاره التضامن والادماج الاجتماعي والاسره، واللي يعني لاحظتوا هو واحد الانخراط كبير ديال المجتمع المدني، وهذا ماشي غريب على جهه العيون الساقيه الحمراء اللي سجلت اكبر نسبه ديال الانخراط يعني والتصويت في الاستحقاقات الانتخابيه الاخيره ديال بلادنا اللي فاتت 69%، وهذا دليل على واحد النشاط كبير ديال المجتمع المدني وايضا انخراط الساكنه في الشان العام. فانا كنهنئكم وكنهنئ جهه العيون الساقيه الحمراء. والمقاربه كانت جديده بحيث هناك اكثر التقائيه واقترحنا يعني واحد النموذج ديال مراكز جيل جديد اللي فيها المقاربه ديال جوده الخدمات، المقاربه الخضراء، الاستماع والتوجيه وتعزيز القرب، يعني مراكز القرب اللي بالنسبه للمواطنين. يعني مساله جديده اللي ضفناها هي تكوين عن طريق وحدات اشهاديه والمسارات جديده اللي غادا تقترح على المواطنين، يعني كاين سواء فيما يخص النساء او الشباب او الاطفال في وضعيه صعبه او المسنين او الاشخاص في وضعيه اعاقه. يعني طبعا هناك الخدمات اللي خاصه بهم اللي كيحتاجوها، ولكن غادي نضيفوا ايضا مسارات ادماج اجتماعي اللي غادا تكون في هاد المراكز جيل جديد، اللي كنتمنوا ان يعني تستجب الحاجيات ديال المواطنين ولكن ايضا ادماجهم الاجتماعي، لان تنامنوا بان الفئات هذه الفئات اللي هي في وضعيه صعبه هي عندها واحد الطاقه كامنه كبيره بزاف، واللي خصنا فقط نواكبهم باش يكون تحرير هذه الطاقات ويصيروا حتى هما يعني كما هما كيطمحوا وباغيين انهم يشاركوا بواحد الشكل فعال في المجتمع وفي الاقتصاد وتطور المجتمع. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابونا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.